السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي السيد مصر عبد الرحمن أبو السلطان. دلوقتي أنا هتكلم عن مقدمة بسيطة عن مشروع البحث بتاعنا اللي هو الـ Space Networking. بعد كده هدخل في التوبيك بتاعي اللي هو الـ Network Virtualization. الـ Research بتاعنا بتكلم عن الـ Space Networking، إزاي الـ Network بتكون شغالة في الفضاء وهي بتتكون من إيه. هنتكلم عن شوية توبكس زي الـ Network Architectures، الـ Architecture بتاعة الـ Network دي فوق. هنتكلم عن الـ Network Virtualization، هنتكلم عن الداتا ترانسفير، وهنتكلم عن السكيورتي وشوية توبكس تانية. هنتكلم ازاي اصلا الداتا بتعملها ترانسفير بين السبيس وبين مثلا كوكب الارض، وهنتكلم عن بعض النتورك بروتوكولز اللي هي بتكون مفيدة في عملية نقل الداتا من الفضاء لأي مكان تاني. وهنتكلم طبعا عن نقطة مهمة وهي السكيورتي وازاي ليها دور كبير في عملية حماية الداتا. دلوقتي انا هدخل في التوبيك بتاعي اللي هو النتورك فيرتشواليزيشن. قبل ما يكون اصلا في فيرتشواليزيشن كان طبعا النتورك هي تراديشنال عادي، هي بتتكون من بعض الراوترز والسويتشز والهوستس. فنتيجة لبعض العيوب فيها هم فكروا ان هم يعملوا فيرتشواليزيشن للنتوركس ديت بحيث ان هم يتجاوزوا العيوب اللي موجودة في التراديشنال. فمن ضمن العيوب ديت ان هي كانت اصلا هاردوير بيست، فكانوا بيحتاجوا اجهزة هاردوير زي الراوترز والسويتشز والابلكيشن دليفري كنترولرز اللي كانت بتستخدم سويتش او اكتر. كان كل هاردوير ديفايس بيكون له كومبلكس اركتكتشر، فكان الموضوع بيكون اصعب. كانت الاجهزه الهاردوير ديت غاليه، خصوصا كل ما كان حجم النتورك بتزيد فكان بيتم استهلاك اجهزه اكتر. كان في شويه ليميتيشنز زي المانوال كونفيجريشن والسكيورتي، وان هو الايرور برون يكون معرض للخطأ. بعد كده لما عملوا الـ Virtual Networks كان له مميزات كتير زي إن هو Software Based Network واللي كان بيتطلب less hardware devices. ده كان بيدي الـ user more freedom و convenience إن هو ي manage الـ resources virtually عن طريق Control Panel. الـ Virtualizing Networks خلى الموضوع أسهل على الـ IT Administrator في إن هو ي manage الـ Control Flow من مكان واحد بس، لأن هو بيكون معاه Abstract بستاك دوبليكيت من الفيزيكال نتورك، فكان بيقدر يمانج النتورك دي من خلال سجل لوكيشن. اخر حاجه هنتكلم عنها هي الاوبن اس اي ان، ودي هنتكلم عنها في كلمات بسيطه بس في الريبورت بنتكلم عنها بشكل تفصيلي. الاوبن اس اي ان هي كانت عامل عنها ريسنت ريسيرش من فتره بسيطه يعني كذا سنه. كانت هي سوفت وير ديفايند ساتلايت نتوركس اركتكتشر بتبروفايد بروفايد ساتلايت نتوركس بهاي افشنسي، انها بتخليها efficient اكتر و flexibility. هي بتتكون من 5 planes، اول plane هو المانجمنت، تاني plane control plane، تالت واحد ال forwarding plane، رابع واحد ال accessing plane، وخامس واحد هو service plane. السلام عليكم ورحمة الله. أنا معاذ مصطفى أحمد فتحي، رابع حاسبات ومنظومات هندسة الزقازيق جروب 4. اسم البحث Space Network، التوبيك بتاعي ال Cognitive Network. ايه هي اصلا الكوجنيتيف نتورك؟ هي النتورك اللي بتستخدم البروسيس بتاعتها عشان يعني تدرك الظروف اللي حواليها وتاخد قرارات بناء على الظروف اللي لقيتها والمعلومات اللي لقيتها، وبعد كده تتعلم من القرارات دي في انها تحسن القرارات المستقبليه بتاعتها فيما بعد. ايه الريكويرمنتس من الكوجنيتيف نتورك؟ ان هي تحسن الاند تو اند اوبجكتيف زي الريسورس مانجمنت، الكواليتي اوف سيرفيس، السكيورتي، الاكسس كنترول، والثروبوت. كل الحاجات دي مطلوب ان انا احسنها طبعا عشان ايه يبقى كده حققت المطلوب مني او الغرض مني. طبعا مطلوب ان هي بتكون تطلعية، يعني بتبص لقدام. مطلوب ان هي بتكون تحاول تلاقي حلول المشاكل من قبل ما تحصل. الاركيتكشر بتاعتها لازم يكون قابل للتجدد وفليكسبل، مرن على قد يعني قدر الامكان، بحيث ان هو ان انا بعد كده لو احتجت ان انا ازود الجولز او ان انا اغير حاجة فاعرف اغير الاركيتكتشر بتاعي. طبعا الامبلمنتيشن بتاعتها، الموديل بتاعها هنا في 3 ليفلز. البيهيفيرال اللي هو بيشوف ايه الاوبزرفيشن المهمة اللي انا استنتجها من الظروف اللي حواليه. الفانكشنال اللي هو بيعمل بروسيس على الانفورميشن اللي جايله. والفيزيكال لايرز اللي هي بتحتوي على التركيب الداخلي بتاعة الكوكنيت. طبعا خاصية التعلم او يعني الليرنينج دي بيعمل اوبتمايز جدا للبروسيس.
عشان اعرف يعني اخد يعني اعرف التأثير ده، فبالتالي محتاج محتاج فيدباك لوب عشان اشوف السوليوشن بتاعي حقق المطلوب منه ولا لا، بحيث ان لو قابلتني نفس الظروف دي بعد كده فانا يبقى البروسيس بتاعتي عندها فكرة عن تبدأ منين وتتجنب ايه والكلام ده كله. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا اسمي احمد علاء محمد. انا النهارده هتكلم عن الداتا مانجمنت اسبيكتس، تمام؟ ازاي بناخد الداتا ونبعتها للفضاء اصلا، تمام؟ احنا هنا بتكلم في مقدمه سريعه. زمان كان طلاب تقليديا، هما كانوا بيرجعوا صور معاهم في كل رحله وكانوا بيستنوا، ودي طبعا حاجه مش عمليه قوي، تمام؟ فلازم يلاقوا طريقه ان هما يبعتوا الداتا. بس ازاي؟ دي صورة طبعا اديتها وهي بتتبعت، تمام. نبدأ بالداتا ترانسميشن. ازاي الداتا كانت بتتبعت؟ طبعا الناس بدأت في المشروع ده من 50 سنة، تمام. الفكرة كلها انها اختارت 3 مواقع، موقع في اسبانيا، موقع في كاليفورنيا، وموقع في استراليا. طبعا المواقع دي مش عشوائية، طبعا لازم يكون الزوايا بينهم 120 درجة عشان يلقطوا السماء 24 ساعة. طبعا الصورة دي هتوضح الكلام ده، تمام. طبعا الداتا لازم تكون، او الراديو طبعا لازم تكون الباور بتاعتها قليلة جدا، عشان طبعا دي حاجة هتأثر على السبيس لما تطلع، لازم يكون الكوست بتاع الباور قليل، فبيستخدموا 20 واط. طب تمام، ال20 واط دي بتبقى طبعا ضعيفة، وطبعا لو مشيت في الفضاء تبقى أضعف. هما كده بيستخدموا أنتنات كبيرة جدا 70 متر عشان تلقط الإشارات دي، وطبعا بعد ما تلقطها بتجمعها في المركز. طبعا الكلام ده كله مشروع هنا، بتجمعها في المركز وبيستخدموا باورفول أمبليفاير طبعا واللوجين. طبعا بيستخدموا 2 تكنولوجي، لون جين انتنا وهاي جين انتنا. لو جين طبعا للصور اللي هي مثلا عادية، اما الهاي ممكن يكون لفيديوز او اشارات قوية محتاجة داتا ستريم معينة. طبعا دي عيبها الوحيد انها لازم يبقى في اتفاق بين المصدر اللي هو على الجراوند والانتنا وهي بتبعت اللي في الفضاء. طبعا لازم يكون دي ان اس ان موجه بالظبط على الستريم. ودي صورة ندي بالسبيس. انا الطالب عبد الله يوسف عبد الله حماده، اتكلم عن تاثير السبيس نتوركينج عن الانترنت سيرفيسز، حيث ان الساتلايت بتوفر لنا خدمات كتير زي استخدام الجي بي اس والبرودكاست هنا في المنازل واستخدامه في الامرجنسي كول. هنتكلم في الموضوع ده عن شقين هنا، تاثيره على الاي او تي هنا ابلكيشن، تاثيره على الانترنت سيرفيسز. اولا تاثير الانترنت سيرفيسز، حيث ان الساتلايت بتبقى موجود في لو ايرث اوربت بيوفر لنا كونكشن هنا سريع، بيصل هنا ل 30% ل 40% هنا اسرع من الكونكشن العادي. بيوفر لنا الكونكشن ده هنا في مناطق هنا صعب هنا الوصول لها، لا يتواجد فيها بنية تحتية. بيساعد على تنظيم هنا الاير ترافيك هنا من خلال الريل تايم هنا كوميونيكيشن بتوين هنا الاير من الطيارات هنا. بيستخدم هنا في الميليتري هنا من ابلكيشنز هنا، حيث انه بيوفر برايفت هنا نتورك، ولكن بيعاني من بعض العيوب زي هنا ليميتد باندويت، حيث انه بين البيانات اقل هنا من الفيكس نتورك، وبيتاثر بالويذر ديستربنسز. بعد كده تأثيره هنا على الـ IoT applications هنا، حيث ان الـ IoT application باستخدام الستلايت تم توفير لها هنا coverage هنا اعلى من استخدام الفيكسد نتورك او الموبايل نتورك، وتم تقسيمها على حسب الـ delay الى delay tolerant و delay sensitive هنا applications. فنتجه هنا الى اول ابلكيشن معانا وهو الاي ار اي او تي انفورمينج، حيث ان تم استخدام هنا الاي او تي لتجميع احصائيات هنا زي التربه، خصائص التربه والطقس هنا المحيط هنا بالنباتات، واستخدام تكنولوجيا الاي ار هنا الاوجمنتد رياليتي هنا بمجموعه من الكاميرات لمعرفه ابعاد هنا الدقيقه للنباتات، وعرضها كفيرتشوال انفوجرافيك هنا للفارمر هنا بحيث انه يقدر يتفاعل معاها بشكل فيرتشوال لتسهيل هنا عملية الزراعة في الفضاء لأنه بيكون غير مرئي. بعد كده استخدام الروبوتات هنا في الفضاء، لأن استكشاف الفضاء هنا أصبح صعب بسبب البيئات القاسية اللي فيه، فيتم استخدام روبوتات عن بعد فيما يعرف بالإنترنت أوف الروبوتك سينجز هنا، ويتم تحليل البيانات من خلال هنا الكلاود فوج إيج. وطبعا بسبب هنا وده بسبب توفر هنا من إنترنت سريع في الفضاء.
بعد كده النتورك ويرابولز، حيث يتم استخدام هنا ال AR وال VR هنا في الفضاء من اجل عقد هنا اجتماعات هنا فيرتشوال هنا مع الناس على كوكب الارض. ونصل هنا الى ان الستلايت منذ تم استخدامها هنا فهي في تطور مستمر هنا، والمرحله القادمه هو عمل امبلمنت ل 5G ستلايت هنا من اجل تقويه هنا الكونكشن هنا ما بين الكواكب بعضها البعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد موسى جروب 4، البحث بتاعي بعنوان سبيس نتورك. أنا هتكلم عن الجزء الخاص بيه اللي هو الأركتكتشر. طبعا الأركتكتشر العادي اللي احنا بنستخدمه في النتورك بتاعنا اللي هو تسيب اي بي. الأركتكتشر بتاعه متكون من الأبليكيشن وبعدين الترانسبورت لير والنتورك واللينك والفيزيكال، مكون من مجموعة من اللايرز دي. طب اللايرز دي ماشي مع السبيس نتورك، وده بسبب عدة مشاكل ان هو ما يقدرش يعمل هاندل اللونج اند فاريبل ديلي المسافات البعيده بتاعتي، وكمان في عندي ده داتا ريت اسيمتري ما يقدرش يعمل لها اسيمتري داتا ريت، وممكن يحصل عندي باكيت لوسز هو برضه ما يقدرش يعمل لها هاندل. علشان كده احنا بنستخدم اركتكتشر تاني وهو اسمه الديلي تولرانت نتورك، هو دي تي ان. الديلي تولرانت نتورك ده هو يعني ديزايند عشان يعمل اوبريتيف افكتفلي في الاكستريم كونديشنز. عندك اكستريم كونديشنز زي الديستانس اللي عندي بين الساتلايتس او بين الساتلايتس والجراوند ستيشن بتكون مسافه كبيره جدا. علشان كده بقدر انا استخدم الدي تي ان لانه بيكون بيوبريت كويس في الاكستريم كونديشن دي. طيب الكاركترستيك بتاعته ايه؟ ان هو انترميديت كونكشنز وبيعمل لونج هاي ديليز وبيعمل سيمتريك للديتا ريت بتاعتي والهاي ايرور ريت. طيب هو بيتكون من ايه الاركتشر بتاعه؟ هو نفس التي سي بي اي بي ولكن بيكون مضاف عليه لير جديده اسمها الباند لير. الباند لير طيب التي سي بي بيشتغل سوز انتر نتورك، انما الدي تي ان بيشتغل ان انا كل نود عندي بتعمل امبلمنت للباند البروتوكول واللي هو اللاير البروتوكول اللي هي التي سي بي اي بي. من خلال الامبلمنتيشن ده بقدر ان انا من خلال بقى الروتينج ميثود ان انا اعمل اشير للسيميلر باترن زي الستور اند فورورد. طيب ايه هي بقى الباند لير؟ الباند لير ده اكتشفها احد البايونير في الانترنت واللي بيسمى فاذر اوف الانترنت اللي هو فينتون جراي سيرف في سنه 2003. كل الفكره ان انا بقدر من خلالها ان انا امبلمنتها على كذا نود في الداتا دي تي ان اركتكشر، بامبلمنتها على كذا نود بقدر ان اعمل ستور وفورورد ومثل سويتشنج للداتا بتاعتي من خلال الباند البروتوكول ده. هو في بروتوكول تانية زي الـ SIN اللي هو Satellite Information Network والـ IOS. إن كل architecture يعتبر بيختلف حسب الجهة اللي بتعمله أو حسب المؤسسة أو حسب الدولة. اسمي محمد محمود حسن مصطفى، بتكلم عن سبيس نتورك مانجمنت. أول حاجة بتكلم عن سبيس نتورك، لا شبكة الفضائية، وهو برنامج تابع لوكالة ناسا بيتم إدارته بواسطة مكتب السبيس نتورك في مركز جودوارد. المشروع بيجمع من مكونات فضائية وأرضية، مسؤول عن الاتصال في المركبات الفضائية الموجودة بالقرب من مركز الأرض. أما الصورة ديت فهي عبارة عن تلسكوب موجود في مدريد في أسبانيا، وده جزء من شبكة اسمها ديب سبيس نتورك. هو عبارة عن 3 تلسكوبات متوزعة في 3 دول، مدريد في أسبانيا وكاليفورنيا في الولايات المتحدة واستراليا. تم اختيار أماكنها بدقة بحيث انها تكون موجهة خلال دوران الارض نحو اي نقطة موجودة في الفضاء عندها الامكانية في اي لحظة انها تستقبل الاشارات من اي اقمار صناعية، سواء في المريخ او القمر او على اي كوكب اخر. الاشارات ديت بتنتقل بسرعة الضوء، يعني رحلة الاشارات ديت من الارض للمريخ بتستغرق من حوالي 25 دقيقة حسب المسافة بين الكوكبين. الـ OSI Network Management بيتكون من 7 طبقات، كل طبقة لها وظيفة محددة جدا. المفروض اللي هو يتم اختيار اللي هو عدد الطبقات بحيث ما يكونش ان هو كبير ولا صغير علشان نقدر ننفذ الإدارة بتاعت Network Management Function. بيتكون من 5 Configuration Management والفولت مانجمنت والاكاونتنج والسيكوريتي والبرفورمانس.
الفولت هي مسؤولة عن إدارة الأعطال والكشف عن العمليات الغير طبيعية اللي ممكن تسبب في فشل الشبكة أو الصاي وعزلها. الهدف هو التأكد أن الشبكة تكون متاحة دائما. السكيورتي هي المسؤولة عن حماية الشبكة والأنظمة من الوصول الغير مصرح لها والهجمات الأمنية اللي ممكن توقع الشبكة. الأكاونت مانجمنت أهميتها وفرض رسوم على استخدام الموارد المتاحة الموجودة في الشبكة اللي احنا بنستهلكها. البرفورمانس مسؤولة عن إدارة أداء الشبكة وفعاليتها وجمع المعلومات الموجودة عن حجم حركة المرور وإمتى الشبكة متوفرة وأوقات استجابة الشبكة. وايرلس نت وورك كوميونيكيشن مثل شبكة الراديو في المناطق اللي هي ذات الموارد المحدودة مثل الدول النامية. الشبكة اللاسلكية هي عبارة عن خيار رخيص وسريع للاتصال بالإنترنت. هي عبارة عن شبكة لاسلكية بتستخدم محطات وخلايا فردية اسمها بي اس. كل بي اس بيقتصر على منطقة جغرافية واحدة، بيطلب من كل مستخدم الاشتراك في الشبكة فيها الشبكة منزلين المشترك، ولما المشترك بيطلع هو بيديله هويته اتش ال ار، ولما يدخل تعرف الشبكة الجديدة اللي يدخلها المشترك عندما يغادر شبكته اسمها بالشبكة الأجنبية والشبكة الزائرة. بس كده، شكرا. كمان العادي هتكلم عن الجزء الخاص بالسكيورتي. دلوقتي لما بنستخدم الستلايت نتورك عشان ننقل داتا بتكون معرضة للسايبر اتاك، وده هجوم بيستهدف عملية النقل بغرض انه يعطلها او يدمرها او يتحكم فيها او يتلف الداتا المنقولة. وبالنسبة للساتلايت فالباوندري عادة بتكون هي الكوميونيكيشن لينك اللي لو تم اختراقها بقى عملية الاختراق بتكون بدون عوائق. والطريقة اللي السبيس سيستم ممكن يتعرض بيها للاختراق بتختلف على حسب الانتري بوينت والتارجت. السبيس سيستم بيكون متقسم لثري سيجمنت: الجراوند سيجمنت واللينك سيجمنت والسبيس سيجمنت. والطريقة اللي كل سيجمنت من دول ممكن يتعرض بها للاختراق بتختلف. واحدة من الطرق لحل المشكلة دي هي الـ Perimeter Security، ودي ان انا بقسم الناس اللي بتتعامل مع السيستم لقسمين: قسم Trusted وقسم Untrusted. تختلف ما بينهم في الصلاحيات اللي كل واحد فيهم بياخدها، بس المشكلة هنا ان لو حصل هاك من حد من قسم الـ Trusted بيكون التعامل معاه صعب. فالطريقة التانية كانت الـ Zero Trust، ان انا بعتبر ان اي حد بيتعامل مع السيستم هو Untrusted، ولازم يكون البيانات بتاعته موثقة عندي وافضل احدثها باستمرار. السلام عليكم، اسمي معاذ السيد محمد، هتكلم عن السبيس كوميونيكيشن بروتوكول. اول حاجه، نظرا لطبيعه الانفايرمنت الخاصه بالسبيس كان صعب ان احنا نستخدم بروتوكول تي سي بي اوفر اي بي لوحده، خاصه الانفايرمنت الخاصه بالسبيس. اول حاجه، نون جراوند تريب تايم هو الزمن اللي السندر بيبعت فيه السيجنال وبيستقبل فيه الرد، يعني مثلا بين الأرض والمريخ حوالي 6 دقايق. تاني خاصية، ترانسميشن ايرورز، مقارنة بشبكة الإنترنت الأرضية معدل الأخطاء في السبيس نتورك هيكون أعلى. تالت خاصية، انترميتنت كونكتيفيتي، هنلاحظ إن مش فيه استقرار في الباند ويدث بسبب حركة النودز. بعد كده السبيس كوميونيكيشن بروتوكول ستاندرد عبارة عن مجموعة بروتوكولات تم تطويرها بواسطة اللجنة الاستشارية لنظم البيانات الفضائية، بتتكون من 4 لاير. اول لير سبيس كوميونيكيشن بروتوكول فايل ترانسيفر بروتوكول، دي مهمتها تسهل انتقال الملفات بين الطرفين سواء في الابلود او الداونلود. تاني لير سبيس كوميونيكيشن بروتوكول ترانسبورت بروتوكول، تضمن ان الملفات وصلت بين الطرفين. تالت لير سبيس كوميونيكيشن بروتوكول سيكيورتي بروتوكول، تتاكد ان تبادل الملفات بيتم بطريقه امنه. رابع لير نتورك بروتوكول، دي بتدعم الكونكشن ليس والكونكشن اورينتدلي، تختار انسب مسار نبعث فيه الرسائل وعمليه الربط. اول لير سبيس كوميونيكيشن بروتوكول فايل بروتوكول، ومعتمد على الانترنت فايل ترانسبورت بروتوكول مع بعض التحسينات زي نوتر ستارت، لو فشل ارسال ملف هيعد تلقائي ارساله، مانوال انتربت، تقدر توقف ارسال ملف عند نقطه معينه، نقدر نستكمل من النقطه اللي حصل فيها الانتربت دي. اليوزر فايل بروتوكول او السيرفر فايل بروتوكول يقدر يعمل رول باك لاي تغييرات مش مكتمله اثناء عمليه الريد والابديت. انواع الداتا اللي ممكن تتنقل، ممكن مثلا اوامر التحكم في المركبات الفضائيه او صور او فيديوهات خاصه بالسبيس او معلومات علميه. نيجي بعد كده الترانسبورت بروتوكول،
هو معتمد على بروتوكول التي سي بي مع بعض التحسينات، يعني مثلا زي Selective Negative Acknowledge، يعني الريسيفر هيخبر السندر بالسيجمنت اللي مش وصل. تاني حاجة Virtual Reliability Service، مثلا تحدد ايه المدة اللي السندر هيعيد فيها ارسال الرسالة. ثالث خاصية Header Compression، نقلل حجم الهيدر الخاصة بالبروتوكولات عن طريق التخلص من Redundant Information. رابع خاصية Lawless Congestion Control، لو حصل ترافيك عالي نحاول نقلله عشان مش يحصل overload. خامس خاصية Retransmission Strategy، نستخدم Duplicate Acknowledge عشان نحدد السيجمنت اللي مش وصلت، ومثلا خلال مدة معينة تلقائي هيعيد إرسال السيجمنت. السلام عليكم، انا الطالب اسامه سعيد. هبدا اتكلم على السبيس نتورك، هتكلم بشكل مخصوص على نتورك ميجرمنت اند بيرفورمانس. المواضيع اللي هنتكلم عنها في الريبورت بتاعنا، هنتكلم على فاندمنتال ويز تو ميجر نتورك بيرفورمانس، هنتكلم على فاكتورز نيدد تو بي كونسيدرد ان اكشوال ميجرمنت، برضو على ديفينيشنز اوف مين بروتوكولز وي نيد فور بيرفورمانس، هنتكلم على بيرفورمانس انشانسمنت بريكسز كواليتي اوف سيرفيس، اند في الاخر خالص هنتكلم على asynchronous transfer model. أول حاجة الـ fundamental ways to measure network performance. حدنا مجموعة من العوامل بتأثر على أداء الـ network زي الـ bandwidth والـ throughput الانتاجية والـ latency والـ packet loss، وحدنا الشتر، كل واحدة منهم تأدي خاصية معينة عشان نحسن ونقيس بقى كفاءة الـ network. عندنا الفاكتورز اللي انا بس كمستخدم، لو عندي مجموعه من الاوبريتورز بيقدموا خدمه نتورك، ممكن افضل بقى اوبريتور عن تاني زي الوان واي ديلي او البالك داتا ترانسفير او ويب سايت داونلود تايم. البروتوكولز طبعا مهمه لقياس اداء او كفاءه الشبكه. حدنا مجموعه بروتوكولات المهمه زي بروتوكول يو دي بي والتي سي بي والكويك والاتش تي تي بي. يمكن سمعنا عن البروتوكولات ده قبل كده، بس اهم بروتوكول فيهم هو بروتوكول الكويك. بروتوكول الكويك هو شبه طريقة بروتوكول الـ UDP، بس هو بيضمن مجموعة من المسارات الـ connections باستخدام بروتوكول الـ UDP. بس أهم ميزة فيه إن لو حصل دروب في بروتوكول أو مسار واحد من بروتوكولات الـ UDP، ممكن مسار تاني من بروتوكولات الـ UDP يعوض عنه، وبكده نضمن إن مفيش أي داتا يحصلها loss. عندنا performance enhancement proxies. الشبكة بتاعتنا بتمر بمجموعة من العوامل، ممكن زي الظروف الجوية أو ضعف شبكة الوايرلس أو عوامل تانية كتير، فاحنا محتاج إن احنا نحسن كفاءة الشبكة بتاعتنا، وبنتكلم عنها في الجزء ده. Quality of service الانترنت، ممكن اعرف ال QoS انها مجموعه من العوامل اللي بتحسن او بنستخدمها في قياس كفاءه الداتا اللي بننقلها عبر الشبكه. في الاخر خالص نتكلم على الاتم Asynchronous Transfer Model. هي تكنولوجيا مشابهه لتكنولوجيا التي سي بي، بس مميزات الاي تي ام ان هي fixed size cell، الداتا فيها fixed وفيها operate at high data rates، بتشتغل في سرعة عالية، الريت بتاعها عالية، وشبه شبه الباكيت switching. وأهم حاجة فيها ان نسبة الخطأ قليلة جدا فيها، وتسمح بالمالتيبلكسينج. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد جمال أحمد عبد الوهاب، وهتكلم عن الوايرلس تكنولوجيز في السبيس نتوركينج أو السبيس يعني بصفة عامة. دلوقتي عارفين إن الوايرلس ده شيء أساسي في حياتنا اليومية، فاللي هو بنستخدمه يعني إن إحنا نربط مثلا الكمبيوتر أو اللابتوب بتاعنا أو الموبايل بالإنترنت عن طريق الواي فاي. نفس الكلام برضو إن إحنا هنستخدمه في الفضاء وكده، اللي هو في السبيس اكسبلوريشن، احنا استكشفنا استكشاف الفضاء. احنا عندنا في سبيس كرافت بيكون على السنسور نوتس دي مع بعضها، والشبكة ده تكون مرتبطة طبعا بالأقمار الصناعية واللي هي المركبات المدارية وحاجات تانية ان احنا نستفيد منها بشكل أكبر يعني. طيب هنا ده تعريف سريع عن الوايرلس نتورك، اللي هو دي بتستخدم الراديو ويف
وهنا دي الديفايس اللي احنا نقدر نربطها بالواي فاي، سواء موبايل، كمبيوتر، لابتوب، فون، الكلام يعني كده. واللي هي بتسيرف مور يوزرز عن الوايرد العادية، واوفر كتير برضو من الوايرد. تمام. ودي مقارنة بين الوايرلس والوايرد. الوايرلس ده بيكونش فيها اي سلوك، الوايرد بيكون سلوك كتير جدا عشان نعرف نعمل نتورك. هنا الفريدم اوف يوزرز، دي الوايرلس دي بتخدم يوزرز اكتر، يعني لما يكون في رينج اكبر. الوايرد لا، محددة بسلوك الفيزابيتي، دي ظاهرة يعني، انما التانية ممكن تكون مش ظاهرة للجهاز اللي موجود يعني في نتورك مختلفة، انما هنا لا، ظاهر عادي ادام ما تحت رينج واحد. السبيد سريعة، لكن الوايرد بتبقى اسرع بكتير. السكيورتي، الوايرلس مش احسن حاجة يعني، انما الوايرد مؤمنة. السيت اب بقى، الوايرلس دي لو كوست، انما الوايرد اللي هو مور اكسبنسيف يعني. ده انواع الشبكات اللي هي الوايرلس نتوركس يعني، في عندها اللان والوان، وفي عندها بقى الحاجات اللي هي في شورت رينج اللي هي زي البلوتوث والانفراريد. في بقى الوايرلس كوميونيكيشن في السبيس، احنا عارفين الوايرلس كوميونيكيشن مهم جدا للمركبات، سواء اللي عليها طيارة او مش عليها، المأهولة يعني او غير المأهولة. وطرق التواصل موجود، ودي الانرجي ترانسميشن او الباور يعني. هنا لازم يكون في سورس يدي باور للترانسميتر عشان يقدر يبعت الداتا للريسيفر. والداتا انواع رئيسيه للموجوده، الانرجي اللي هي الميكانيكال والالكترومغنيتيك والثيرمال انرجي. دي بعض المشاكل اللي هتقابلنا يعني في السبيس لما نعمل وايرلس. اول حاجه الليتنسي، اللي هو التايم ما بين السندر والريسيفر. والسبيس جانج، ان عندنا في مركبات كتيره في الفضاء. والسكيورتي، ده كله متوضع برضه في الريبورت. ودي السنسورات اللي كنت اتكلمت عليها في الاول، وشويه ابلكيشن ليها يعني. ودي تطبيقات عن الوايرلس تكنولوجي بصفه عامه يعني، اللي هي السبيس فيهيكل والفيهيكل اللي موجوده مثلا على المون او على اي حاجه في الفضاء. وهنا السيرفيس اكسبلوريشن وجراوند سيستم. سلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا محمد هيثم سالم، تيم 4. المفروض كان التيم بتاعنا بيتكلم عن السبيس نتوركينج. انا جزء بتاع ديسنترلايز انترا انفراستراكشر. هنقول الاركتكتشر اللي هو دي اي اي، اللي هو اختصار ديسنترلايز انترنت انفراستراكشر. الاركتكتشر بتاعه بيتكون من 3 ليرز. الاندرلاينج لاير هي الديستريبيوتد ليجر لاير، دي اللي بتدينا تراستد فاونديشن عشان الانفراستراكشر. الطبقه اللي في النص هي النيم سبيس مانجمنت لاير، دي اللي بتخلينا نعمل مانجمنت للانترنت ست، زي الاي بي ريسورسز، زي الاي بي ادريسز والاي اس والنيم سبيس. والنيم سبيس نعمله مانجمنت، وكمان بتدينا مابينج ما بين الريسورسز المختلفه. التوب لاير هي الابلكيشن لاير، دي اللي بتدينا دي اللي بتسبورت الانترنت، ديسنترلايز انترنت ابلكيشنز. طبعا عشان احنا سبيس نتوركينج، فنتكلم عن ديسنترالايز ساتلايت انترنت. هو عباره عن مش نتورك، بتتكون من سبيس كرافتس متوصلين مع بعض، ممكن يكونوا مختلفين. كل واحد مثلا زي كل واحد بيعمل حاجه معينه، زي الايرث اوبزرفيشن، كوميونيكيشن، نافيجيشن، اي حاجه من الحاجات دي. المفروض ان احنا عايزين نوصلهم مع بعض ونعمل نتورك ما بينهم، يتكلموا فيها من بعض يعني. احنا عايزين نعمل دلوقتي اللي هو نوصل الجراوند ستيشن بالسبيس ستيشن، ونخلي كله يبعت لبعضه ايه اللي بيحصل. هنستعمل طبعا اول لير اللي هي ديستريبيوتد ليجر نود، دي بتدينا فيريفيكيشن اللي هم في النتورك، وبتخلينا نعرف ايه اللي يتخلي كل واحد عارف ايه اللي بيحصل وظاهر له ايه اللي بيحصل يعني. طبعا عشان نعمل اي حاجه ديسنترلايز بنحتاج بلوك تشين، عشان هو الكونسبت بتاع ديسنترلايز مبني على البلوك تشين، بيخلي كل نود تبعت للتانية وتبقى تراستد، مش لازم يبقى فيه سيرفر سنترالايز كله يعدي عليه الاول قبل ما يروح يعني. ده الاستراتيجي يوز اوف بلوك تشين. وفي ديب ليرنينج، المفروض هو بيعمل سمارت كونتراكت عشان يعمل اكسكيوشن وانتربشن افكت والحاجات دي يعني. المفروض احنا هنعمل عايزين نخليه اي ساتلايت يعمل جوين ويخرج، كده كده يعتبر كنود تبعت وتستقبل عادي، ممكن تخرج او تعمل، ما عادش فيه سنتراليزيشن للانترنت يعني. المفروض اللي يخليهم يوصلوا مع بعض، والديستريبيوتد ليجر بيس دي بتخليهم يشوفوا ايه اللي بيحصل، كل حاجه تبقى يعني شايفين اللي بيحصل بينهم وكل حاجه تبقى مسجله.
نوصلهم بالارض. ده طبعا هنخليهم نوصل بالارض ونوصلهم بعض، وبعدين نوصلهم داتا ريلي ساتلايت بيخليهم يبعتوا لبعض حتى لو بعاد عن بعض. النتورك اللي احنا عايزين نعمل اصلا اللي هو البلوك تشين نود ساتلايت، ده اللي هو الديستريبيوتد ليجر نود، عاملينه في الفيريفيكيشن عشان يعمل تاكيد يعني اللي هو ده. والبروتوكول بتاع البلوك تشين الاي بي اف اس، ده الداتا للداتا فايل ترانسميشن والسمارت كونتراكت في اكسكيوشن، والفايل كوين ده الاستورج. وطبعا عايزين نعمل ديستريبيوتد جراوند عشان تبقى معاها الشكل النهائي المفروض الديسنترالايز ساتلايت انترنت.